يا صباح الفل على الغاليين، على قلبي صباح الفل عليكم. تعالوا بقى نشوف النهاردة يومي في الأكل الصحي. أنا وجوزي هو نباتي وأنا صحي، وتعالوا نبدأ بينا يومنا إن شاء الله النهاردة مع بعض. بصوا كده بنات، أنا بقى دلوقتي هاخد فطاري. أنا عملت كده كوباية نسكافيه بلبن خالي الدسم، وكمان عملت خدت كده بسكوت قمح. ماليش نفس للأكل بصراحة لأن البريوت عليا وكده، فانا هفطر بقى وبعد كده بقى ايه هحضر الفطار لمحمد، وهنشوف النهارده اليوم كله مع بعض هيكون فيه ايه. بصوا كده بنات، الفطار بقى بتاع محمد النباتي. انا عملت له الفلفل، انا عاملاها في البيت تمام، وقطعت عليها كده طماطم. بس كده هياكل السندوتش قبل ما ينزل يعني. والغدا النهارده انا هعمله له برده، هوريه لكم. وقال لي عايز بطاطس اللي هي المسلوقه المهروسه يعني، قال لي برده على الاكله دي ان انا اعملها له. هو يعني بيقول لي على الاكل عشان طبعا وقته وبنفذه له، وطبعا لما يكون فاضي اكيد هو اللي هيعمل الاكل بعد كده. فانا بقى هديله الاكل دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله بقى هرجع لكم باقي اليوم ونشوف هنعمل ايه. بصوا كده بنات، انا حضرت له بقى الفطار اهو. عملت له نص كوبايه شاي بمعلقه سكر واحده ورغيف فلافل. طبعا ممكن تقولي لا ايه ده، عيش كتير والكلام ده كله. هو بياخد وجبه لسه في الاول، واحده نباتي اللي هو في الغدا، وبرده بيحاول يدخل في الفطار وفي العشاء حاجات نباتيه تمام. فعملت الفلافل اهي، ومحشيه طماطم، فلافل وطماطم، ونص كوبايه الشاي. فكنت ده فطاري، وبعد كده اوريكم فطاري ان شاء الله. بصوا كده يا بنات بقى، انا هاخد كده سناكس. عملت كده كوبايه قهوه بس مش عارفه البس راح فين، واخد معاها تمرايه واحده تمام. فهاخدهم بقى كده، وبعد كده ان شاء الله هتمرن وهشربها قبل ما عمري يكبها لي. فهشربها بقى ان شاء الله، وبعد كده هشوف هلعب تمارين ايه النهارده. بصوا كده بنات، انا بصراحه مش قادره العب لكلوك خالص من الساعه، بس انا قلت العب بيه. هلعب كده التمرين المشي في نفس المكان. هلعب حوالي نص ساعه كده، بس سمسمه تبعد عني شويه. فهلعب نص ساعه ان شاء الله، وهشوف بقى الغدا ان شاء الله هيكون ايه النهارده. بصوا بقى كده يا بنات، بالنسبه لده الغدا محمد، ده انا عملت اللي هو نباتي يعني. انا عملت البنجر هنا بالمايونيز النباتي، هوريكم طبعا طريقته دلوقتي. وكمان دي بطاطس مسلوقه كده بالمشروم والبصل المكرمل. عايزه اقول لكم طعمها يجنن، طعمها تحفه جدا جدا. الاثنين بصراحه طعمهم حلو، فتعالوا بقى نشوف عملتهم ازاي. بصوا كده بقى يا بنات، انا هعمل معاكم الغدا النهارده. دي وجبه بتاعت محمد، انا عملت له هعمل له بطاطس محروسة عليها مشروم، هوريكم طريقتها دلوقتي. المشروم اهو، البصل اهو اللي انا هستخدمهم تمام. ودي سلطة البنجر اللي انا كنت عاملاها امبارح، برضو هوريكم طريقتها. ده بنجر عليه جزر مبشور وبقدونس او اي خضرة عندك، او وبصل احمر تمام، وفلفل اللي هو الكوبي ده او حامي، انا حاطة حامي تمام. هي دي الخضرة اللي انا مقطعها. انت بقى خدتي اي حاجة، انت عايزة تحطي مثلا خيار، طماطم، على السلطه دي حطي. البنجر حلوه جدا برضو لو استخدمناه، حلو جدا يعني. فانا هعمل بقى معاكم دلوقتي الاكل ده. بصوا بقى كده دلوقتي يا بنات، هعمل معاكم طريقه البطاطس. هستخدم زيت زيتون طبعا تمام. هاخد معلقه اهي، احط معلقه كمان. تمام، هستنى عليها تسخن شوية عشان انزل عليها البصل. بصوا كده بنات، الزيت عندي سخن اهو. هجيب بقى البصل اهو، انت قطعيه اللي هو الجوليان ده او اي حاجة، اي تقطيع انا اقطعه جوليان. هكرمل البصل شوية، وبعد كده هنزل عليه بالايه، بالمشروم. بصوا اهي كده من ايه، بعد ما البصل عندي اتكرمل اهو بقى حلو، هنزل بقى ايه بالمشروم تمام اهو. الخلطة دي هتبقى حلوة قوي، هحطها على الوش على البطاطس. حط بقى البهارات، هنزل ببودرة الثوم، وشوية زعتر، ورشة ملح، وفلفل اسود.
هسيبها بقى تستوي شويه، وتعالوا بقى نحضر مع بعض البطاطس. بصوا بقى كده بنات البطاطس اهي انا هرستها، هرش عليها بس فلفل اسود تمام وشويه ملح، رشة كده ايه ملح، وهحط معلقه مايونيز اللي هو النباتي ده من وراكم اللي هو ده، هحط عليه معلقتين اللي هي بتاعه الشاي الصغيره، معلقتين اهو، وهقلبهم. هحط بقى بنات ايه معلقه زيت زيتون صغننه كده مش كتير، رشه كده، وهكمل برده تقليب. عايزه شويه ملح كمان، نقطة فلفل اسود كمان. طبعا انا بعد اللي انا حطيته ده هديها تشويحة على النار، على فكرة مش على البارد كده، هديها تشويحة على النار لسه تمام. فبس كده استنى بقى لما اخلصها اوريلكم. بصوا بنات المشروم كده بقى حلو جدا عندي تمام. هجيب بقى طبق وهفضي فيه الكلام ده، تمام. هنزل بقى انا ايه هنا مكان الطاسه هي ايه، هنزل بالبطاطس دي تشويحه على النار كده عشان ايه تفك معانا يعني، وتاخد من الطعم اللي كان تحت بتاع المشروم والبصل. بصوا بنات اهي البطاطس بعد لما خلصتها اهي، طبعا انت بتدوقيها بتظبطي الملح والفلفل بتاعها تمام، وتحطي عليها المايونيز زي ما قلت لكم كده بالظبط. هجيب بقى الخلطه اللي انا دي اللي انا عملتها اللي هي المشروم والبصل، احطها كده على الوش، تمام. حته حلوه جدا، حته حلوه قوي اهي، بس كده سهله. بصوا وشكلها كمان تحفه يعني، شكلها جميل جدا. بس كده بنات دي بقى طريقه البطاطس. هعمل بقى دلوقتي معاكم طريقه السلطه. بصوا يا بنات السلطه اهي زي ما قلت لك، بنجر، بصل، جزر، فلفل، بقدونس، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها مفيش مشكله خالص، تبقى حلوه جدا السلطه يعني، ما بتحطش مكونات كتير. بس انا هحطها في طبق اكبر شويه عشان اعرف اقلبها تمام اهي. كده اهي هجيب بقى المايونيز، بصوا بقى لو انتم مش عاملين نباتي او حاجه السلطه دي تحفه، واستخدمي قول بتاع دوت مايونيز عادي اللي هو اللايت العادي مش لازم ده يعني تمام. طعمها حلو جدا وتغيير في السلطات يعني. هنحط بس ايه فلفل اسود عليها، مش هنحط ملح ولا مخلي ليه، عشان طعم المايونيز النباتي ده مزز شويه تمام، فعشان كده مش هحط، حطيت فلفل اسود بس، وهحط نقطه زيت زيتون نقطه كده بس كده ايه تطر الدنيا. استنى كده ادوقها. حلو جدا، مش محتاجه خل ولا حاجه، لا هي كده جميله ممتازه يعني. طبعا المايونيز العادي بنحطه خل عادي مش مشكله.
هجيب بقى الطبق واقدمها. بصوا شكلها تحفه والله، وطعمها كمان جميل جدا. اهي يا بنات، يبقى انا كده عندي طبقين اهو، البطاطس اللي بالمشروم والبنجر، بس كده. فدي كده الوجبه بتوع محمد. طبعا انتوا عارفين ان انا عامله الاكل في التلاجة، فانا برضه هوريه لكم اللي انا هاكله النهارده ان شاء الله. فبس كده، بصوا بقى كده بنات الغدا بتاعي. انا عملت طبعا الكوسه مشويه، وهعمل لكم الطريقه عشان كذا بنت سالتني عليها بتعمليها ازاي، هوريها لكم دلوقتي بالتفصيل. وكمان الرز ده اللي انا كنت عاملاه اللي هو بالخضار واللحمه المفرومه، اللي كنت عملته شلته في العلب في الثلاجه، طلعته سخنته بس كده على البوتاجاز يعني، سخنته بس وحطيت عليه كده رشه مستردة، وحطيت رشه مستردة كمان على الكوسة. وتعالوا بقى نشوف الكوسة عملتها ازاي. بصوا بقى بالنسبة لبنات اكلي انا هاكل ايه. طبعا طلعت العلبة اللي فيها الرز بالخضار اللي عملته معاكم وشلتها في التلاجة، دي حاجة بقى هتريحني جدا. اهي طلعتها تمام، وهعمل جنبها ايه، هعمل كوسة مشوية. كان في بقى كتير بيسألني على طريقة الكوسة المشوية، مفيهاش اي حاجة خالص خالص. كل الحكاية انت بتقطعي الكوسة كده بالشكل ده بالطول تمام، بتحطي عليها ايه بقى، ملح فلفل زعتر بودرة ثوم. عايز تحطي توابل تاني حطي، بودرة بصل بابريكا اللي يريحك، وايه كمان بحط مسترد اهي، دي تتبيلتها تمام كده. وبديها بس كده تقليبة كويسة، بصوا هقلبها كده كويس تمام. وبعد كده هحطها على الجريل. الجريل هدهنه بس ايه كده برشة كده زيت بسيطة، وهشوي الكوسة مفيش اي حاجة، وبتطلع طعمها هايل، طعمها حلو جدا، بحبها جدا انا جنب الاكل. وهاكلها طبعا جنب ايه، هاكلها طبعا جنب الرز بالخضار اللي انا عملته ده. بس كده، بصوا كده بقى بنات اهي، حمرت الجريل، هحط الكوسة بس مفيش اي حاجة، بس الكوسة اللي كده حد سألني عليها. بس كده اهي، هحطها طبعا كلها في الجريل اهي كده تمام. بس لما بقى تتشوى كده وتخلص هقلبها على الوش التاني، وبس مفيش اي حاجة، سهلة جدا. وممكن تعملي كمية وتشيليها في التلاجة وتطلعيها برضه تبرد، حلوة جدا برضه عشان ما تكسليش ان انت تعمليها يعني. بصوا بقى كده بنات اهو، هبدأ اقلبها. بصوا كده لونها لما بيبقى كده بيبقى حلو قوي اهو. وصليها للون ده كده عشان بيبقى طعمها حلو قوي اللون ده كده بالظبط. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ده اللي احنا كنا اتفقنا عليه النظام الفيجن. احنا قلنا البداية وجبة واحدة في اليوم. النهاردة كانت الوجبة بتاعتي كانت مكرونة بصلصة الطماطم. يا صلصة، مش صلصة برطمانات مبدئيا، يا صلصة اورجانيك. انا بجيب الطماطم وبعصرها في البيت تمام. ده بالنسبة دلوقتي، ده انا علشان انا يعني دي مش وصفة معروفة يعني، ده مش على يعني انا علشان انا مقصر مثلا من حاجات مهمة زي الجرجير، وعشان المفروض انا كفيجن المفروض ان انا ابعد عن المنتجات الحيوانية، فالبديل بتاعي ان انا اشرب لبن. فاللي حصل ان انا جبت جوز هند وبمية مغلية وضربته في الميكسر، طلع لي دوت لبن جوز الهند. انا يعني كنت عاملاه قبل كده على قناه كده، البنات هيفتكروه لبن جوز هند يعني، لان اللبن البقري طبعا ممنوع في النبات. انا ما دقتوش قبل كده الصراحه، بس حسيت ان هو حاجه ظريفه يعني. بعد ما صفيت منه الالياف اللي فيه اللي هو الناشفه اللي هي جوز الهند اللي هو الناشف، طبعا ده احنا ممكن نستخدمه بعد كده بان احنا نعمل بيه عيش في طاسه او اي حاجه، هنرجع له ده بعدين. فدي الوصفة اللي احنا هنعملها، هنحط لبن جوز هند على جرجير على مزايا، علشان اي حاجة تداري كده على طعم الجرجير يعني، الموز ولبن جوز الهند هيداري شوية على طعم الجرجير ده، لان انا مش بفضل طعمه قوي وكده. اصل انا كنت اقطعك، كنت عاملة عصير الجرجير، بس البنات كانوا خايفين منه، بيقولوا يا ترى طعمه ايه، كنت عاملاه باللبن. وانا بقول لهم ان هو طعمه حلو. فانت برضو لما تعمله دلوقتي هيبقى طعمه حلو. انا واحد من الناس، انا يعني
استغفر الله العظيم، مش بحب، بس انا مش ب ب مش يعني مش بتستلطف. مش بستلطف يعني الجرجير شويه. بصوا كده يا بنات، معلش الكاميرا فصلت وحلفت ان ما تشتغل، بس المهم احنا ضربنا المكونات دي كلها على بعض وكان طعمه هايل، جربوه بجد تحفة. شباب دي وجبة عشاء عبارة عن نص كوباية شوفان، بس طبعا الشوفان زي ما انتوا عارفين هو بينفش في المية، عليه فانيليا، عليه قرفة، عليه سوداني، عليه زبيب، عليه برتقال، شرايح برتقال، بس كده. والهنا والشفا. وكنت عامله بلبن جوز الهند. لبن جوز الهند، بس حطيت كمية قليلة يعني. تمام، ألف هنا. الله يهنيك. بصوا كده يا بنات، انا بقى عملت كده كوباية سحلب كده بالليل في السقعة اللي احنا فيها دي، والسحلب ده اللايت اللي انا كنت عاملاه قبل كده عندي على القناة. هسيب لكم برضو رابط طريقة السحلب دي في الديسكريبشن تحت برضو لو حد ما شافوش. وبس كده، وهشوف بقى دلوقتي هتعشى ايه، بس غالبا هتعشى كده برتقال ان شاء الله. بصوا كده يا بنات بقى، انا هاخد البرتقالتين دول هتعشى كده بيهم وكده يقوم يكون خلاص خلاص. هسيب لكم لينك طبعا الانستجرام ورقم المتابعه الخاصه بالواتس بتاع الواتس، فهسيب لكم في الديسكريبشن تحت. ويا رب يكون اليوم عجبكم، ولو عايزين اي حاجه تانية اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم بقى ان شاء الله بكره على خير في يوميات جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.